الأطفال بيعانوا من مشاكل آثار حب الشباب، الجروح، الحروق، الوحمات، وحتى كمان يعني أي مشاكل بتكون موجودة على الجسم أو على البشرة. إحنا بنقدم النهاردة منتج مميز وهو ريو سكين كاموفلاج، اللي هيساعد على إنه يعني يخفي كل العيوب دي اللي موجودة في البشرة وفي الجسم بشكل طبيعي جدا، وبتظهر إن كأنه ما فيش عندكم أي حاجة، لا حروق ولا وحمة ولا حتى جروح ولا أي حاجة هتكون ظاهرة عندكم على الوش أو حتى في أي مناطق مختلفة في الجسم. لكل اللي حابين إن هم يحصلوا على المجموعة المميزة اللي احنا بنقدمها النهاردة من كريمات اللي بتساعد على انها تخفي عيوب البشرة، رقمها 602-01. وكمان هنتعرف على تفاصيل اكتر من خلال ضيفتنا في سيتريس تي في، وهي خبيرة العناية بالبشرة وكمان المكياج، منال الحاج. اهلا منال. هلا، كيفك انت؟ الحمد لله. منال، انا عايزة اعرف رأيك في البداية عن مجموعة ريو سكين كاموفلاج اللي احنا بنقدمها. ريو سكين كاموفلاج هي حل لمشاكل كثير عم بيعانوا منها العالم، ان كان ستات او رجال، من وحمات مثل ما قلتي او اثار بتكون موجوده، هي بس لتتخبى كومبليتلي وبطريقه كثير هينه مثل ما هلا بنشوف. احنا دلوقتي هنشوف الصور على الشاشه لمشاكل كثير عندنا، مثلا النمش هنا شايفين قبل وبعد ان احنا نقدر نخفيه، برضو هنا في مشاكل هي التصبغات اللي بتكون موجوده، برضو الحبوب والاكني او أثار اي مشكل حب الشباب، الكلوكت بورز هي بيكون فيها حفر شويه، برضو دي برضو الجروح اللي بتكون ناتجه عن حب الشباب. مزبوط. يعني شفنا قد ايه استخدامات كتيره للريو سكين كاموفلاج، ودلوقتي هنشوفها لايف على المودلز معانا. اكزاكتلي. معنا بالاول اول موديل، معنا شاب عنده اثار اكني. خلطت مثل ما شفتي الجارز، هن اللي بيكونوا موجودين مع الست، فينا نخلط تناخد اللون يلي نحن بدنا اياه. اول ستيب بدنا نستعملها من ريو سكين هو الطبقه البيضاء بشكل كثير خفيف وبسيط، نقطه كثير صغيره مثل ما مبين بالبراش، فينا نحطها بالاول على اي مكان او اي مشكل موجود، بس على الخفيف بتنوحد اللون بالاول، تأي درجة بدنا نحطها من الكاموفلاج تبقى وتبين مثل اللون اللي نحن بدنا اياه، يعني تنقدر ناخذ درجة اللون الطبيعية تبع الوجه. فينا نستعملها بالبرش وفينا من بعدها ناخذ سبونج ويكند اب، بس بطريقة بسيطة. واحنا هنا هنشوف برضو على ما انت تعملي اول حاجه، اول خطوه اللي هو الكريم اللي بيخفف كل العيوب. اول حاجه هنتعرف على المجموعه اللي انتوا بتحصلوا عليها. المجموعه اللي بتحصلوا عليها بيجي معاها اول حاجه الكريم اللي احنا بنتكلم عنه، هو الكريم الابيض اللي اول خطوه بنستخدمها وبيخفي العيوب، بالاضافه كمان لثلاث الوان مختلفه من الكريمات الثانيه علشان نمزجها مع بعض ونحصل على درجه اللون المناسبه للبشره، بالاضافه كمان هنا للون اللي معانا او الباودر اللي معانا، اللوز باودر اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر نثبت الالوان وكمان نثبت اللون الابيض اللي احنا بنخفي بيه كل العيوب. وكمان معانا هنا برضو بيجي سبونج اللي بنستخدمه علشان نثبت بيه الباودر، وايضا السبونج الثانيه اللي احنا بنستخدمها فيها قطع كتير علشان نثبت بيها الكريمات واحنا نحطها على البشره. هنا دي الخطوه الاولانيه اللي احنا شفناها اللي هو الكريم الابيض، لكن منال اتكلمي على الخطوه الثانيه اللي انت عملتيها. الخطوه الثانيه اخذت اللون، لانه في عندنا ثلاث درجات الوان، خلطت لوني تقدر اخذ درجه اللون اللي بتناسب وجهه تما يبين انه عامل مكياج، حطيت بالفرشايه البسيطه طبقه كتير رقيقه، عم بدمجهم بالسبونج اللي بتكون جايه معهم دابينج بس بطبطبه خفيفه. يعني طريقه سريعه جدا في طريقه البيت سريعه وهينه. وفي تريك فينا نستعملها اذا كان بقي مارك او في محلات بتكون بعدها مبينه اكثر من محلات، من بعد ما نثبت بالباودر فينا نحط مره ثانيه بس على المناطق اللي هي بتكون مبينه تعبانه اكثر من غيرها، عادي كمان بطريقه كثير بسيطه. يعني هنا طريقة سهلة جدا انه اي سيدة او اي رجل عنده مشاكل في بشرته او عيوب، نقدر نخفي الوحمة، نقدر ان احنا نخفي اثار الجروح وحتى كمان يعني الحروق اللي بتكون موجودة وبتضايقنا، لكن كل سيدة وكل رجل يقدر يعني ينتهي تماما من المشاكل دي. ونشوف هنا طريقة عملية جدا، يعني انا برضو ابتديت ان انا اشوف الاثار بعد ما انت حطيتي الفيكسن باودر ان هي فعلا بدأت تثبت تماما كتير اقل. وهون نحن فينا نزيد قد ايه بدنا نخبي، قد ايه بدنا فينا نزيد الطبقات حسب شو المشكل. برضو هنا بنشوف قبل وبعد، يعني شايفين هنا دلوقتي عنده على وشه ان الجزء اليمين، شايفين هنا انه قد ايه المشاكل بتكون واضحة جدا والجروح بيكون اثار حب الشباب بتكون واضحة، لكن الجزء اليمين اللي احنا استخدمنا عليه
ريو سكين كاموفلاج انه برضو حاول يعني ريو سكين كاموفلاج انه دارع وبقى اللون كله موحد مع لون البشره، يعني شايفين الفرق قد ايه واضح. احنا برضو ممكن نيجي هنا ونشوف برضو انه مشكله الموديل هنا ان هي عندها تصبغات، عندها اثار الكلف، وهنشوف برضو ان الطريقه واضحه ازاي نقدر ان احنا نخفيها مع ريو سكين كاموفلاج. من اثار الشمس هي اول مشكل هو التصبغات اللي بتكون مبينه. كمان بالاول رح نحط الوايت بيس. الوايت بيس بيساعد اللون اللي نحن بدنا نحطه يبقى مثل ما هو، ما بيقعد يتغير وما بيقعد اللون اللي تحته يلالي. رح استعمل برش اصغر لانه تقدر حدد اكثر. يعني الميزه كمان احنا عندنا مجموعه متكامله. اول حاجه بتبتدي بالخطوه الكريم الابيض اللي احنا شايفينه ده بشكل بسيط خفيف بس ليقلل من حديه التصبغات اللي بتكون موجوده او المشكل او الاثار او الحرق او اي شيء نحن بنكون عم نعاني منه. تمام، هي دي. وبرضو احنا مستخدمين الفرشه اللي هي بحجم صغير علشان تقدر حدد. تقدر حدد هيك، ما بضطر احط على اماكن انا مش بحاجه اخبيها، هي اوريدي البشره منيحه. وحتى كمان برضو هنا في حاجه تانية منال لو احنا بنتكلم عنها، بس احنا بسرعه عايزين نلحق نخلص الديمو علشان نشوف النتيجه النهائيه. لو بنتكلم برضو على مشاكل تانية بالنسبه للسيدات، امبارح كنت قلتي لي ان في سيدات اثار لخبطه الهرمونات بتكون سايبه لهم اثار على منطقه الرقبه. أيه. وفي سواد برضو لمرضى السكر، فيعني دي برضو من ضمن النقط المهمه اللي احنا ممكن نغطيها بريو سكين كاموفلاج. ريو سكين كاموفلاج فيك تستعمليه على الوجه وعلى الجسم، يعني اي مشكل مثل ما قلتي المشاكل اللي بتكون حول الرقبه او التصبغات السوداء اللي كثير ستات بيعانوا منها خلال الحمل او حتى بعد الحمل، او اذا كان عندهم مشاكل اي مشاكل بالسكر، هيدي كلها بتخبيها. ومثل ما شفتي بطبقه كثير رقيقه حتى هون بلشت تتخبى المشاكل اللي موجوده. فعلى الوجه وعلى الجسم بنفس الطريقه بنستعمل البرش على الخفيف، بننشفهم شوي بالسبونج بس ليكون اخذ درجه اللون اللي نحن بدنا اياها. بس انا شايفه هنا انه بجد النتيجه اختلفت تماما، يعني بعد ما كان في اثار اوريدي تصبغات موجوده على الجبهه اختفت تماما بعد ما احنا استخدمنا. لانه اذا بدك تستعمل كريم اساس دايركت عليهم رح يقلب اللون. يفضل انه بتحط بالاول الريو سكين كولر الريو سكين كاموفلاج وبتخبيهم، وبعدين فيها تستعمل الفاونديشن اول اوفر عادي، ما بيكون في اي مشكل. احنا ما عندناش وقت ان احنا نكمل بقيه الدمو، لكن دلوقتي هنشوف يعني النتيجه النهائيه لما انت بتحطي الفيكسنج باودر. واحنا كمان حاطين فوقيها كريم الاساس، حاطين فوقيها كمان كريم الاساس، وشايفين انه المكياج مكتمل تماما وانه كل العيوب اللي هي موجوده على بشرتها انها مختفيه تماما مع مجموعه ريو سكين كاموفلاج، وهو اللي بيغطي كل عيوب البشره. مجموعه متكامله لكل سيده او رجل حابين ان هم يحصلوا عليها. رقم المنتج هو 600210، بالاضافه ان انتم بتحصلوا على امتيازات كتير لكل الاشخاص اللي بيعانوا من الجروح، كمان اثار الحروق وحبوب حب الشباب. وشايفين برضو هنا انه النتيجه كلها اختلفت، وبرده حتى على الموديل هنا لو نشوف الفرق ما بين الجزء الشمال والجزء اليمين انه قد ايه في اختلاف كبير جدا ما بين هنا اثار الجروح والاكني اللي احنا شفناها، وبرده الناحيه الثانيه اللي مختفيه فيها الاثار دي، وطبعا ما بتظهرش مع الوش، يعني شايفين ان هو بيقلل كل العيوب اللي احنا شفناها. انا بشكرك جدا منال على وجودك معانا على كل النصائح، وحتى كمان شايفين برضو على الموديل انه قد ايه احنا اخفينا المنطقه اللي هي على الجبهه اللي فيها مشاكل، وشايفين برضو ان هنا في مميزات كثيره كل سيده وكل رجل هيحصل عليها. شكرا ليكي منال. شكرا لك. وانتم كمان بشكركم على متابعتكم للفقره اللي احنا قدمناها لكم النهارده من ريو سكين كاموفلاج، ولكل سيده وكل رجل حابين ان هم يحصلوا على المنتج رقمه 600210، وتابعونا بمنتجات مميزه في سيترس تي في. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.